مساء الخير. حلقة النهاردة لإثبات عمليا قاعدتين إحنا عايشين بيهم على الأرض. الأولى مفيش حاجة ملهاش تمن، أما التانية مفيش جنة على الأرض، حتى سويسرا خصوصا سويسرا. خلينا نناقش الأولى، مفيش حاجة في الدنيا ملهاش تمن وتمن يتناسب مع قيمتها. يعني قولي عايز إيه أقولك هتدفع كام، وكام دي مش بالضرورة تكون فلوس، ممكن جدا تكون وقت مذاكرة لازم تقعده، أو مجهود تبذله، أو جهاز من أجهزتك قررت تفقده. أيوة، كل أكل ملوث من الشارع كتير تخسر معدتك، اشتغل في منظومة بايظة تخسر أعصابك وبعديها مناعتك وبعديها حاجبك الشمال، اشرب مخدرات تحصل على جرعات سعادة مكثفة زائفة وهوب تخسر كل حاجة، بقى حجاب حاجز معدة حواجب كله وانت ماشي. قول لي اللي نفسك فيه اقول لك فاتورته ايه وتتكلف كام حسب اللي انت عايزه. ها المنيو اهو، نفسك في ايه؟ اتمنى عليا، احلم، تخيل. استنى اقترح عليك، تحب تسافر بره مصر؟ اه طبعا، بس اسافر فين اسهلها لك. تحب تروح سويسرا؟ قبل ما تقول طق لكل اللي نفسه يسافر بره محيطه ده لانه مش عاجبه وفاكر ان الحل بره الاستوديو ده وهيلاقي الجنه، حلقه النهارده عشان نفكرك بالقاعده التانيه، مفيش جنة على الأرض. ولو مش مصدقني هاخدك معايا ونروح سويسرا. بس قبل ما نبدأ الحلقة دي لازم تعرفوا إن كل اللي هتشوفوه النهاردة أنا صورته بإيدي دي سنة 2010. الفترة دي أنا كنت عايشة مقيمة برا مصر، بالتحديد في لندن، وبعدين رحت سويسرا. الأيام دي ما كنتش منى رأي المذيعة، ما كنتش بطلع على الشاشة، كنت مخرجة بتصور أفلامها بنفسها من كل حتة في الدنيا، وأفلامها تدخل مهرجانات دولية ويشتروها قنوات، وشاء القدير إن تجيلي الفرصة واشتغل مع التلفزيون السويسري. سمع طبعا أصوات من كل مكان متفرقة بتسألني نفس السؤال اللي بيتقال لأي حد كان عنده الفرصة يعيش برا ويرجع، وجيتي ليه؟ جيت ليه هقول لكم اخر الحلقه، بس اتكوا على الصبر. اللي بيسافر بيشوف الصوره من بره، بيشوفها واضحه وبديهي، يبدا يقارن. سويسرا مثال للاتقان، البرفكشن، كل حاجه زي ما المفروض تكون، كل حاجه في اجمل واكمل صوره ليها، بيئه، صحه، تعليم، ناس من اغلى دول العالم. سويسرا فيها مدينتين، زيورخ وجنيف، تم تصنيفهم من أعلى جودة للمعيشة في العالم. الدولة رقم 19 اقتصاديا. أنا بالرغم من الفترة دي كانت إقامتي بسبب شغلي أغلب الوقت في لندن، فجاية من مكان مش بعيد، يعني ده لندن برضو، إلا أني انبهرت بسويسرا. لا 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 لا، مستوى ده، وده خلاني غصب عني أعقد المقارنات الظالمة بين مصر وسويسرا. طب ده كلام؟ الفيديوهات اللي هتشوفوها النهاردة بتعبر بالظبط عن أسلوب تفكيري الغلط اللي كنت بفكر فيه سنة 2010. يعني معقول أقارن بين مصر وسويسرا؟ ظلم. بلدنا على قد ما هي حلوة بس مليانة مشاكل. التلوث، الزحمة. لو سألنا الناس دول تحبوا تعيشوا في سويسرا تفتكروا هيكون الرد ايه؟
بلد من أغنى دول العالم، متوسط دخل الفرد هنا 40,000 دولار. فروق كبيرة قوي بينهم وبيننا حتى في أبسط الحاجات. الرصيف، هنا الرصيف صديق للبني آدم، ارتفاعه ونظافته ووسعه معمول للناس مش للبيت. فطبيعي تكون العجلة هي وسيلة المواصلات الأولى، ولو كنت بكرسي متحرك مفيش حاجة هتعطلك. الرصيف في بلدنا محتاج لمحارب نتعامل معاه. مفيش تلوث لأن العربيات قليلة، كل الناس بتحب تستخدم المواصلات العامة. ركوبها مش مغامرة زي في بلدنا. ولو محتاج عربية، السويسريين اخترعوا طريقة اسمها موبيليتي، وهي مجموعة عربيات الناس يبدلوها مع بعض. زي سيرينا احتاجت عربية لمشوار لمدته ساعة. 10:00 to 11:30. I would like to have it in the Altstadt. مفيش مشكلة، هي مشتركة في موبيليتي، تتصل تحجز بالتليفون نوع العربية والوقت اللي هي محتاجاها فيه. Our car is booked. We have to be there in 18 minutes. موبيليتي ليها جراج في كل مكان. وبالكارت بتاعها هتفتح العربية. So here we have a computer, you see. مفتاح العربية دايما في التابلو. العربية فيها البنزين ومعمول لها كل حاجة. كل اللي عليك بعد ما تخلص مشوارك تسيبها في أقرب جراج لموبيليتي، وهم هيبعتوا لك الفاتورة على البيت. في أسهل من كده؟ يبقى تشتري عربية ليه؟ وتدفع فلوس ليه؟ ونزحم بعض ويطلع عنا ليه؟ بفتكر أنا الأيام اللي كنت بصور فيها وبخرج بنفسي ومنتج، أيام ما كانش فير أبداً أقارن بين سويسرا وبين مصر في الوقت ده. تقارن إزاي؟ اقتصاد قوي متقسم على 10 مليون بني آدم يمكن ما يكملوش 10 مليون، باقتصاد مسكين هزيل ساعتها متقسم على 70-80 مليون بشري. إزاي؟ عشان نقرب الصورة وتقدروا تتخيلوها صح، لو سويسرا ترابيزة سفرة كبيرة عليها صواني أكل كتيرة مليانة لدرجة إن الأكل فوق بعضه، وحوالين الترابيزة دي 3-4 أشخاص، نقدر نتخيل وضع بينهم. هيعزموا على بعض وهياكلوا بالراحة ويحطوا أطباق وكوفري وشوكة وسكينة يعني، واحتمال كبير يحطوا ورد في النص وشمع. ليه لأ؟ في حين الوضع في مصر ساعتها 2010 طبلية مش ترابيزة عليها طبق فول يتيم واقف حوالين الطبلية 100,000 بني آدم جعانين وعينيهم على طبق الفول، دول هيتصرفوا ازاي قدام الأكل؟ دول هيعملوا في بعض ايه عشان طبق الفول؟ بديهي يقطعوا بعض. بمبادئ المنطق والحسابات المقارنات ظالمة، بالرغم ان مخي الواعي مستوعب ان المقارنه ظالمه، بس برضه ما قدرتش اوقف اللاوعي ساعتها. وكل ما كنت بشوف انبهار
في التحضر والرقي. كنت بقول مدد يا مصر مدد، ليه لا نكون كده. الفيديو اللي فات فرجتكم على سيرينا، بالمناسبة هي مديرتي كانت في التلفزيون السويسري، وهي بتطلب عربية بنظام موبيليتي، النظام اللي يغنيك تماما عن امتلاك عربية، لأنك في لحظة تقدر تأجر عربية تعمل بيها مشوار حتى لو لساعة واحدة وتسيبها في آخر المشوار في أقرب باركينج. أنا أيامها كنت بتفرج على موبيليتي وكأني في فيلم للخيال العلمي. لاحظوا إن ده كان سنة 2010، ما كانش فيه ساعتها التوسع في استخدام أبليكيشنز الموبايل زي دلوقتي، ولا كان فيه حتى أوبر، لأن أوبر الفكرة والشركة الأمريكية العبقرية اللي انتشرت في العالم كله انتشرت سنة 2016. شوفوا سويسرا كانت سابقة بقد إيه، بالمناسبة ما زالت سابقة. بس هل ده يخليها الجنة؟ لا يا شيخ، أقسم بالله ما تتسرع. قلنا ما فيش جنة على الأرض، تك على الصبر. عشت في سويسرا وفي الانبهار الأولاني اللي راح، وابتديت أفهم الحياة كويس هناك، وابتديت أسأل هو ليه أعلى الكباري هناك، أعلى الكباري ارتفاعا قصدي، عليها نست عالي جدا، والنست هو الشبك اللي يمنعك تنط من عليه. ليه حاطين الشبك ده يمين وشمال الكوبري للدرجة دي؟ الناس بترمي نفسها من عليه. بالرغم من كل ده، بس حتى سويسرا مش الجنة، وهثبت لكم. فرق مهم جدا بين سويسرا ومصر، الكباري في مصر ما عليهاش السلك ده، لكن هنا معظم الكباري خصوصا العالية عليها السلك ده. السلك ده عشان يمنع الناس من الانتحار، لأن سويسرا للأسف فيها أكبر عدد منتحرين في أوروبا ويمكن في العالم كله. There is a lot of pressure. Pressure of the job, family, you see. Yeah, the work, it's very expensive maybe, the life here. In some countries you're very poor and you have a big problem to get together with that problem, to get some money that you can have some food and stuff. And well, here it's, you have all that stuff, but the social network is really destroyed. People are very, very lonely often, and there's no like network where you can go to if you're feeling bad. Well, except if you're making one, but there's a lot of people that don't have one except from work, and if they get fired they don't have anyone at all, well, except family. And if the family structure is bad, you don't have anyone at all. Well, you have to live with it, or you, well, actually some people can't, so that's, I think, the main reason for that. There's no heaven on earth. There's no heaven in heaven. برغم كل الجنة دي، شباب كتير بيرفض يعيش فيها. He is not heaven. مش لأنه مرفه زي ما الناس فاهمة، لا، لأنه مليان بالضغوط، والأسر هنا مفككة، الناس ساعات ما بتلاقيش حد تتكلم معه، ماشيين زي عقارب الساعة السويسرية بالدقيقة والثانية. الحياة هنا غالية جدا حتى عليها. في ناس ما بتعرفش تلاقي شغل وما بتلاقيهاش هدف في حياتها، فبيموتوا نفسهم.